قالوا والفرح طاب محله بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هل فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله. الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه وبعد. بداية أشكر لكم جميعا حضوركم، وشكر موصول لدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية لرعايته لهذا الحفل الكريم، ولمعالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. 4 أعوام ونحن نعيش الأمل بكم ومن أجلكم، وبصرنا يمتد عبر الزمان الزاهي بكم لنراكم نجوماً تتلألأ في سماء الإسراء، ونحاول بكل جهد وإخلاص أن تتميز الإسراء، فكان أن ضمت إليها ثلة مميزة من الأكاديميين والأكفاء وأساتذة وباحثين كي نسلح طلابنا بالعلم ونصقل خبرتهم بشتى أنواع العلوم والمعرفة حتى يخوضوا غمار الحياة وهم أكثر صلابة وأكثر عنفوانا. إنها لحظات فخر وعز لنا في جامعة الإسراء أن نخرج اليوم الفوج الأول الذين وجدنا فيهم ولمسنا لديهم العزم والحرص الكبير رغم كل الصعوبات، فهذا والله هو أحد معجزات شعبنا العظيم الذي لا تلين عزيمته ولا تنكسر إرادته ولا يستسلم للصعوبات بل يتغلب عليها ويواجهها. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، وأنتم تنتقلون من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل، احرصوا على أن تكونوا نموذجاً صادقاً وناجحاً لجامعتكم ولأهلكم ولشعبكم. تذكروا أن الحياة الجامعية بكل معانيها أعمق من درس وامتحان ومحاضرة، بل هي مجال رحب وواسع لتنوع معارفكم. مبارك لأبنائي وبنات الخريجين والخريجات، مبارك للآباء والأمهات، مبارك لنا جميعاً، مبارك لشعبنا هذا النجاح وهذا التخرج. وأسأل الله تعالى بالتوفيق والسداد لكم ولنا جميعاً ومعاً وسوياً حتى تتحقق أماني شعبنا العظيم بقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نادتنا البيارة للكفاح، بدلنا الإسوارة بالسلاح. اسمحوا لي بداية أن أنقل إليكم تحيات الأستاذ الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء. هذه الجامعة ولدت شامخة، شامخة برجالها وشامخة بكادرها وشامخة بكل من آزرها ووقف إلى جانبها، شامخة بمبانيها وشامخة بأدائها وشامخة بطموحها أيضا، وستبقى كذلك لتكون رائدة في العلم والمعرفة والبحث العلمي على المستوى الوطني والعربي والدولي لتساهم في تقدم وازدهار التعليم العالي في فلسطين. سعت الجامعة ومنذ اللحظة الأولى إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة لإفساح المجال أمام طاقات أبنائها وبناتها، وأيضاً تمكنت الجامعة من الحصول على العديد من العضويات العربية والدولية. السادة الحضور، في هذا الوقت الذي
تحقق فيه الحلم بتخريج أول فوج للجامعة. نستذكر أناساً طيبين يستحقوا التحية والاحترام، أحبوا وطنهم وأحبوا العلم وساهموا في تأسيس هذه الجامعة الوطنية. وهنا وباسم رئيس الجامعة وباسمي نوجه تحية إلى أخانا الحبيب الدكتور إبراهيم الحسينة رئيس مجلس الإدارة لجهوده العظيمة في بناء هذه الجامعة. فهؤلاء جميعاً لهم بصمة محفورة في جنبات هذه الجامعة. كما نعبر عن كامل الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء الجامعة منذ بدايتها وحتى اللحظة، وزراء التعليم الذين بدأوا العمل معنا منذ البداية وحتى الآن، الدكتور صبري صيدم والوزراء السابقون في الحكومة الذين عملوا لخدمة هذه الجامعة ومسار التعليم، والآن على رأس الوزارة معالي الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي نوجه باسمكم جميعاً وباسم الطلاب والكادر الأكاديمي والإداري كل التحية والتقدير. وقبل الختام نزف إليكم أن الجامعة قررت اعتماد الطلبة الأوائل على الأقسام للعمل معيدين في الجامعة، وكذلك قررت الجامعة توفير 25 منحة ماجستير دراسات عليا للمحتفى بهم وفق المعايير التي حددتها الجامعة. مبارك لكم. الأخ الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء، الأخوات والإخوة الحضور، أعزائي الطلبة الخريجين، يشرفني ويسعدني أن أشارككم وأشارك أهاليكم فرحة التخرج، وأبارك لجامعتكم الرائدة تخريج فوجها الأول. ونحن نفتخر بجامعاتنا التي تهتم بإكساب طلابها المفاهيم الوطنية والوحدوية، مثل إكسابهم المعرفة والمهارات التي تمكنهم من شق طريقهم إلى مستقبل أفضل ومستقبل فلسطين الحرة والمستقلة. ألف مبروك للخريجين، وألف مبروك لذويهم، لأمهاتهم، لآبائهم، لإخوانهم، لكل الذين ساهموا في نجاحهم. وأقول من يزرع يحصد، وأنتم زرعتم بأولادكم علما ستقطفون به معرفة ونجاحا. هذه الشهادة التي تتسلمونها اليوم تؤهل حاملها أن يرى القدس بوضوح عاصمة لدولة فلسطين الحرة، وأن يرى غزة أجمل، ويرى الوطن واحدا موحدا عامرا متطورا، ويرى أهلنا في الشتات يعودون لأرض وطنهم قريبا إن شاء الله. مبروك لكم، مبروك لذويكم، مبروك للجامعة، لكادرها الأكاديمي، لكادرها الإداري، وإن شاء الله التخريج القادم نحتفل بكم في القدس المحررة. استناداً إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة وقرار مجلس الجامعة في جلسته رقم 8/2019، قرر مجلس الجامعة منح الدرجة العلمية لطلبة البكالوريوس والدبلوم الذين استوفوا متطلبات الحصول عليها. جامعة الإسرائيل ريادة، تفكير حر وقيادة، حلم يتحقق في بلدي، نهضة إبداع وسيادة. شعب يهوى الحياة كريمة وعزيزة، في موطن الأجداد والآباء
هيهات يقلع ذرعه من أرضها فجذوره في عمقها لبقائي. أما الأعادي فالأفول مصيرهم ووجودهم هو غيمة استثنائي. نكرم الآن عائلتي الطالبين الشهيدين في جامعة الإسراء. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية. الجامعة بهذا التكريم الرمزي فإنها تهدي عائلة الطالب الشهيد عائد جمعة شهادة التخرج من الجامعة. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش ناسيك، وشك متسع